اش قولك سي مراد فلا كنت تسمع فيه من الشبيبة خلوي وانا مريض ما نحبش نسمع لزيد نمر طبيعي معناتها موش طبيعي موش طبيعي شنو السبب اللي خلى الشباب معناتها يتوجهوا التوجه هذا ما عندهمش ثقافة ما عندهمش حس شكون مسؤول هم مسؤولين انت تشوف تلاحظ حاجة كثرة حشاك البهيمة والتصديق اللي ما عادش يقراوا الكتب ولا يتبعوا الكمبيوتر الكمبيوتر من الأشياء الخطيرة جدا على الشاب إذا كان الشاب نهار كامل يتفرج فيها هذوما كهو ما عندوش خيار معناتها ما عطاوش خيار آخر منفذ آخر الناس اللي تعمل في المسرح الكلاسيكي قالوا له هاي مسرحية كلاسيكية وهي مسرحية فودفيل وها مدري شنو يلقى كان في الشيء هذاك ما نجموش النمو هو هذاك فاش يتفرج أولا ما تركاش معناتها فما جيل تخلق أي استانس بسهولة واستانس بالأشياء سطحية تافهة وعندنا ممثلين جدد مرق قهوة انه كت اللي يتقالوا في القهوة يرجع منه مسرحية تحب تخلق منه هذا او قيشي فرمي يعرف هذاك شو الشعب التونسي قلق الشعب التونسي فادر يحب متنفس مهما كان يلقى المتنفس يلقى في الرداء يضحك تونسي يضحك يحب يضحك أوقات نحب الضحك أنا والتدليك وكذا إيه يا أخي منين لو كان تعمل له مسرحية كما اللي خدمت مثلا أوديب روا كل شوي مهبول يعمل يعني في أوديب الملك مسرحية عندها 3000 سنة ما اللي تقدمت شوف شنطونا كي نقول انتوما معناتها سي مراد نقولوا برشا ناس فما في تونس فما معناتها فاضل الجعايبي كان سي عزين قانون الله يرحمه توا بنته شاده للمسرح فما سي توفيق جبالي فما برشا معناتها فما سي الورغي فما برشا تشوف شي انهم زاد هما خلوا الميدان فارغ خلوا الساحه فارغه للناس يتحملوا مسؤوليه الميدان فارغ هو حكايه كلها رسائل فلوس وتبنيت ماركتينغ صحيح